بصفة حضرتك المسؤول عن حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، حضرتك راضي بنسبة كام في المية عن وضع حقوق الإنسان داخل السجون وأقسام الشرطة؟ لا، بالنسبة للسجون أنا راضي تماما لسبب بسيط جدا. المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال هذا العام زار أكثر من 11 سجن عندنا، وكل الزيارات كانت إيجابية، وهذه الإيجابية موثقة عندنا في الدفاتر بتاعة السجون اللي زاروها. لا يوجد تعذيب أو سعة معاملة داخل السجون، لأن لائحة الجزاءات فيها الجزاءات الرادعة التي تتوقع على المسجون الذي يخالف التعليمات أو يقوم بأحداث شغب أو عنف، والمسجون غير مطلوب منه أي شيء داخل السجن، إذن لا يوجد أي مبرر لإساءة معاملته أو التجاوز معه، لأن ده بيقضي عقوبة. مطلوب منه زي ما قلت قبل كده الالتزام بتعليمات ولائحة السجون، عدم ارتكاب أي أعمال عنف أو شغب داخل السجون، أو ارتكاب أي وقائع تمثل مخالفة قانونية. في هذه الحالة يتم توقيع الجزاءات عليه، والتي هي أشد من أي إجراء يمكن اتخذ حياله. طب هل يعقل أن 3 سنين اللي بيصدر القوانين في مصر هي السلطة التنفيذية؟ 3 سنين في مصر اللي بيصدر القوانين اللي بتحبس الناس هي السلطة التنفيذية، مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. هناك دستور ينظم الحق في إصدار التشريعات، والتشريعات التي تصدر وفقا للدستور. شكرا لحضرتك. اتكلمتوا عن تعديلات.